Hey, this is the part 16 video of eating food, and it's called kebeh. In my bowl, over here. So yeah, let's see. We got kebeh, as you can see right over here. Kebeh. We got tabbouleh. We got lettuce, potato. And what is his name? We're also being eating potato. What is his name? Kebeh. So as you can see, we're gonna make. I don't like beans in there. إذا الجماعة حطوا بالجريدة نفس إعلان الوفاة فوق بعض مرتين معناها في نقلة رح تصير وإذا دققت رح تعرف تاريخ النقلة ومكان التسليم وغيرها فهمة؟ طب هي إعلانات الوفيات والموتى إذا الجماعة في نقلة رح تصير وإذا دققت رح تعرف تاريخ النقلة ومكان التسليم In my fourth video, I just eat tabbouleh with you guys. طبعاً إذا قريت بدقة أنت ريح لي حالك الحمد لله بعرف أقرا وأكتب لي حلو كتير رح أرجع أجي في شيء أنت ما بدك آه يا اختيار لا But why is it smoke? Smoke kebeh? خذ لك نظرة شوف إذا ممكن يتصلح okay. قيمته المعنوية كبيرة كثير عندي. So the next one is Pepsi. The next one is Pepsi. Oh my god, can you give me Pepsi in my tummy? بيتصلح. There's sour on my tummy. حلو. ظبطه، بمرق. بيتصلح. حلو. ظبطه، بمرق وباخده. ماشي. يلا بخاطرك. مع السلامة، الله معك. معلومات كتير مهمة عن طريقة نقل المخدرات جانسيس شلون بتصير عندك رجال قد ودود ونحكي معك على الموت سيد ايه والله والاحسن كمان احسن ناس بالقسم وهلا اسمعوني الطريقة اللي بيستخدموها عن طريق اعلانات الوفيات بالجرايد كيف يعني سيدي؟ كيف يعني؟ طيب هلا هدول الجماعة عاملين لحالهم نظام تشفير خاص عن طريق نشر اعلان معين بايام مختلفة فهمتوا الفكرة؟ ها؟ هلا اللي بدي اياه منكم تبلشوا الدور يمتكم ماشي ماشي سيدي لك Next one is a potato. شو نعمل؟ شو نعمل؟ شو نعمل؟ شو نعمل؟ شو الحل؟ ها؟ يعني ما نفكر ابدا؟ انت بتحب تجنني ما هيك؟ لا معقولة شو قصتك اليوم؟ إذا كنت فاضي اليوم أنا بدي أشوفك والله هذا كنت يعني إذا حبيبتي عم تشوفني معقولة ما فاضي حالي وروح ما سمعت شو رايس فايتينج ايتش اذر؟ لا ما خليني اعيد بوتيتو ار فايتينج ايتش اذر طيب ماشي رح تجي يلا قلي لوين؟ إذا بدك على جهنم بشي إيه بس أنا ما بدي أروح على جهنم آه بعتيلي بمكانك يلا سكر التليفون سمراء خير شوفي What is happening to me? شاب بيبسي كلام امبارح I told you my life always like this. قولي. How about you? I'm eating يعني normal. عملتك بطريقة مو حلوة قدام بابا. لهيك تضايقت من اللي صار. انت بقول يا عمري. So next we got is بعتيلي اللي عملته فيك يعني حبيبي. انت ما عملتي شيء، ما في مشكلة. بتعرفي كأنه هلا صار مثل تبع الأفلام. بيجي صانع اللي عم يعمل تكمل Lettuce is not actually hot anymore شوي like spicy anymore. Now it's cool. So when I make كيف لقيت العنوان؟
سألت قادر عن ما بدي أشغلك أكثر. لك معقول هالشيء؟ حضرت المحامية؟ كنت حابب أعزمك على كاسة شاي أو قهوة بس أوقات الدوام. أنا ماشي. كلام بيه؟ إذا خلصت تعال حط إيدك معنا. حاضر معلمي. اسحبه لعنيك. Okay, let's do it again. Okay.